الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هكذا إخوة الإيمان نودي لصلاة المغرب من هذا اليوم 17 من رمضان لعام 1441 للهجرة. ارتفع صوت الحق من أطهر البقاع إلى كل الأصقاع. ارتفع صوت الحق من هنا من مكة، وقد اشتاقت لها القلوب. هذه هي مكة، هذه هي الربا، وهذه هي الدروب. ها هو الحرم وها هو الملتزم. هذه كعبة الله وزمزم والحطيم ومقام إبراهيم. إخوة الإيمان في كل مكان، منذ أن ظهرت هذه الجائحة والمسلمون في شوق لرحاب بيت الله الحرام، في شوق لهذه البقاع الطاهرة، فنسأل الله العلي القدير أن يصرف عنا هذا الوباء ويرفع عن البلاد والعباد شر هذا البلاء. تحن لمكة أرواحنا، فكم من فؤاد إليها انفطر. تحن لمكة أرواحنا، فكم من عاشق بالدمع انهمر. هنا هنا الهدى، هنا المنى،
هنا سار خير البشر، هنا تسكب العبرات وتقال العثرات وتمحى السيئات بإذن الله، هنا تذهب الحسرات، هنا تجاب الدعوات، هنا تناثر الدموع التائبين وتردد أنين الخاشعين، هنا بمكة ترتبط القلوب بمجدها الوثيق وتاريخها المجيد الذي بدأ منذ فجر البشرية، ففيها مبعث الأنبياء، هنا نزل آدم عليه السلام، وهنا سار إبراهيم وإسماعيل، وهنا حج موسى ويونس ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هنا نزلت اقرأ، ومن هنا تنفس صبح الفضيلة، وبزغ فجر الإيمان، وأشرقت شمس التوحيد، وانطلقت رحلة الدعوة المحمدية. إنها مكة أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد اختار الله مكة لتكون أشرف البقاع وأفضلها وخير البلاد وأكرمها، منها انطلق شعاع التوحيد ليضيء الكون بأسره. وها نحن نرفل في شهر الصيام والقيام والقرآن، شهر البركات والرحمات الذي تتجلى فيه النفوس الصفية، الذي تتجلى فيه النفوس الصافية وتصعد فيه الهمم الندية إلى معالي الإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى. شهر تضيق فيه منافذ الشيطان. الآن الله تقام الصلاة. أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا،
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله